ليست الولايات المتحدة وحدها قلقة من الشراكة الصينية والروسية، بل دول الناتو أيضا. ولكن ما حقيقة الدعم الذي تقدمه الصين لروسيا؟ أولا، وهي النقطة الأهم، فروسيا هي الجارة الأقرب إلى الصين، والشراكة التجارية بين البلدين تخفف كثيرا من أثر العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية على موسكو، وبالتالي الصين تملأ الفراغ الاقتصادي داخل روسيا. أيضا من مصلحة الصين أن تبقي روسيا والغرب منقسمين، خشية أن يتعاونا مع ضد الصين كما حدث في القرن 19. هذا الكلام قاله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA. مخاوف واشنطن تعود إلى عدم رفض الصين إدانة روسيا أيضا إثر عملياتها العسكرية في أوكرانيا، واعتبرت موقف بكين دعما مباشرا لها ومعارضة لقواعد النظام العالمي.